أنا حمدي شحادة سليم الدعجة، أنا بالIOM دوامت بتل الشهاب نستلم من حرس الحدود للقوات المسلحة الأردنية ونسلم للمستشفى الرامتة. شفنا كيف الإصابات، قديش الحروب بتساوي بأهلها، قديش كان عندهم نسبة إصابات عندنا هون ننقلهم بالليل، ننقل بالإمبالانس. إحنا مرات ننجبر إن نسرع، مرات بتلاقينا صعوبات كثيرة على الطريق. من ضمن الشغلات اللي صارت معانا هون يعني الشغلات اللي محزنة جدا اللي هي دخلوا علينا هون 5 أطفال، وكان فيهم طفل اللي كان يعني حالته كويسة، أسعفوا الدكاترة الأطفال الأربعة. في الطفل اللي كانت حالته شوية كان يطلب مية، لما حملناه على الامبالانس توفى معي بالامبالانس، فكان محزن جدا. أنا كنت بالقوات المسلحة وتقاعدت طبعا أثناء خدمتي بالقوات المسلحة، دومت باليو أن بساحل العاج، وكان هدفنا الخدمة الإنسانية للأفارقة، فاستفدت خبرة كبيرة من اليو أن. ولما أجيت هنا دومت مع الIOM واستفدت الخبرة اللي استفدتها من اليو أن. يوميا تكون عندنا 3 حالات 4 حالات، مرات وصلت عندنا الحالات 27 حالة. فيش وقت لك دوام، يعني انت 24 ساعة مداوم، مرات كنا نتعب كثير، بس كان مردود تعبنا انه مساعد اللاجئين، يعني بنحس بقيمة انه قاعدين نساعد انسانيا اللاجئين السوريين.